هذه النصوص دل على شمول حمده سبحانه بخلقه وعمله، فهو سبحانه حمد نفسه في أول الخلق وآخره عند الأمر والشر، حمد نفسه في ربوبيته للعالمين، حمد نفسه على تفرده للألوهية وعلى حياته، حمد نفسه على اقتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك ومعالاه احد من خلقه لحاجته اليه، كما في قوله تعالى: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله واله وصحبه ومن والاه. والحمد هو الثناء على الباري تبارك وتعالى، والحمد يحبه الله تبارك وتعالى. الله يحب أن يحمد، وعند القيام من الركوع الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والآية هذه العظيمة: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هذه ختمت بها سورة الإسراء. روى الإمام الترمذي في سننه في كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل التسبيح والتهليل والتكبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد في الأرض يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ما من أحد من الموحدين، ما من أحد على الأرض يقول لا إله إلا الله. عظم كلمة إيش؟ التوحيد. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره قال والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا غفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. حنا عندنا حديث: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. لا، هنا يكفيك تقولها هذه بكم مرة واحدة: لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص، صغائرها و كبائرها على قول عند العلماء، ومنهم من قال الكبيرة تحتاج إلى التوبة. نريد نأتي الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لماذا؟ لدلالة المناسبة. إحنا الآن 26 ديسمبر كانون ثاني، صح؟ صح. والناس من الآن تلقى الدنيا كلها حتى المسلمين عفى الله عنهم يعدون كريسماس تريز وشجرة الكريسماس ويبعثون التهاني، وأصحاب المؤسسات والشركات اللي عندهم ديلينج مع الايجنت الاوروبيان ايجنت يبدا للسكرتير يقول لهم ظبطوا لنا ايش خطاب مدبج ويجي يوقعوا هابي كريسماس. نقول انت تهني مين؟ تهني من؟ انا ابغاك تكيب كول، تقعد كذا جلسه مع نفسك، جلسه هادئه من غير تشنج، خلي الادله على جنب، واحنا مطالبون ان احنا كل شيء يكون بايش؟ بالدليل. لكن الان اقول لك خليها على جنب. الان انا كرجل مسلم وانت كانسان مسلم يا رجل، ستيف جوبز، تعرفون ستيف جوبز يا اخوان؟ مين ستيف جوبز هذا؟ هذا بتاع الايفون، بتاع التفاح المأكولة. ستيف جوبز تعرفون ما هي ديانته؟ بوذي. ستيف جوبز بوذي، فكلما جاء الكريسمس أرسلوا إليه المحبون من كل مكان هاب نيو كريسمس، ما يرد عليهم. آخر ما أتعبوه قال لهم هيز بوديست، قال لهم هو بوذي لا عاد تحنون. سبحان الله، هذا الكافر يعتز بكفره وانت المسلم حاطط راسك في التراب. يا اخواني، يا من تريدون النصرة من الله عز وجل، كيف تتنزل النصرة بهذه الصورة؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اقرأ اخر سورة مريم يا اخي، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، شيء عظيم، تكاد السماوات يتفطرن وفي رواية ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، يعني كل الدنيا ديسترويد، تدمر عشان الكلمة هذه. أن دعوا
للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ. يا أخي أنت نفسك عفى الله عنا وعنك، لو نسب إليك من ليس ممن ليس من صلبك ترفع قضية وما تقعد الليل والنهار، صح ولا لا؟ لو نسب إليك من ليس من صلبك ما ترضى، فكيف ينسب الولد لله تبارك وتعالى؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأنت الآن لا تقول لي ما في شيء وما في شيء، الله يرضى عليك. خلنا من هذا الاستحمار والاستغفال جزاك الله خير. النبي دخل عليه رجل عليه الصلاة والسلام قال له عم صباحا، قال علمناها تحية خيرا منها السلام عليكم. ما قال يا رجال مشي ودي ديلينج ودي علاقات وخلها، لا يا أخي، ذا هذا دين جزاك الله خير. أنت تبارك بماذا؟ تبارك بابن الإله أم تبارك بالإله أم تبارك بزوجة الإله أم تبارك بثالث ثلاثة؟ فين هبيها؟ من فين يأتي الهبي؟ من أين تأتي الهبي والسعادة؟ ها؟ من أين تأتي لنحيينا حياة طيبة؟ فين الهبي؟ وأما الذين سعدوا، فين الهبي هنا؟ فين السعادة هنا؟ سعادة بماذا؟ فالقضية أخواني ترى قضية عظيمة. ثانيا، أصلا هذا الكريسمس لم يكن في النصرانية ولا في اليهودية، إنما الذي اخترعه اليونان في القرون الوسطى. هل تعلم أن في الإنجيل، في إنجيل لوقا مكتوب فيه ولما بشرت الملائكة بمولود لامرأة في البرية خرج الرعاة، والرعاة يخرجون في الصيف في بلاد الشام يرعون ولا في الشتاء؟ في الصيف. في الشتاء الآن شايفين ما شاء الله الدنيا آيسي والثلوج، صح ولا ما في رعاة يخرجون بضأنهم وإبلهم وبقرهم وغنمهم، ما يقعدون في حظائرهم. وربنا قال وهزي إليك بجذع النخلة، يا أهل النخل وأنتم أهل تمور يا أخوان، أهل المدينة وأهل أهل نخل وتمور. متى يكون الرطب؟ الرطب في الشتاء ولا في الصيف؟ يعني أنت يعني يا أخي أين العقل يا رجل؟ أين العقل؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هذول النصارى بتهنيهم هم الذين يقصفون في حلب، وجالس أنت مسخر كده وننصر النصرة. يا عم أنت انصر الدين في نفسك الأول جزاك الله خير قبل لسانك يطول على ولاة الأمور وعلى السياسات العليا. أنت انصر الدين في نفسك الأول، روح شوف بيتك، حطت لي كريسمس وحطت لي شجرة من دحين والحرمة زمان جبت لها اللي تبغاه، يومك أسود من شعر من قرن الخروب إلا ما رحم الله عز وجل. وتكلم عن الأمور العظام التي جعل الله لها رجالها وولاة أمرها يعرفون كيف يسوسون مثل هذه الأمور. أنصر الله في نفسك الأول، إن تنصر الله ينصركم. تجالس الآن ترحم من الدحين وجيب لي تلقى دخل في بيتك شجرة وبابا نويل، وتلقى عندك البزورة في البيت، يا أبي بابا نويل، قل له ده باباهم مش بابانا يا ابني. ولا بابا نحجم في بالليل ويديهم الهدايا ها بلحيته البيضاء وشكله الوقور وبرنطته الحمراء، يتفقدهم ليلا والناس نيام ليعطيهم الهدايا. من بعتها المسيح أرسلها إليكم. شو الاستحمار هذا؟ تعرف النصارى ماذا يفعلون؟ إذا ما تعرف أنا أقول لكم، النصارى الأطفال في الكي جي الكيندر جاردن بيجيبوهم يضعونهم في غرفة مثل هذه ويوزعون لهم إيش؟ الهدايا. وفجأة يطلعوهم إلى غرفة أخرى ويقوموا شايلين إيش؟ الألعاب والهدايا، ثم يرجعونهم إلى الغرفة التي كانت في الألعاب والهدايا، فيبحث الأطفال عن ألعاب فلا يجدونها فيبكون ويصيحون. هنا يتدخل الراهب والراهبة فيسأل الأطفال أين ألعابنا؟ يقولون سرقها محمد. هوز محمد رسول المسلمين. فينشأ ناشئ الفتيان منهم على ما كان عوده الراهب، ينشأ على إيش؟ كره حاجة اسمها مين؟ محمد. ويمتلئ غضبا. عشان كده انظروا ماذا فعلوا في حلب يا أخوان، أنتم بعيدين عن الموضوع، يعني حلب كلها راحت من أهلها. انظر ماذا فعلوا في سير برنشتا لما كانت تأتي المرأة الحامل المسلمة فتبقر بطنها ويخرج طفلها وتغتصب، ويقولون لماذا تغتصبوهن؟ قال ليلدن أولادا نصارى من أرحام مسلمين. شوف النكاية تصل لفين، لكن ربك عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. طيارة طالعة من
من من من روسيا لتحتفل مع المجرمين في سوريا فيسقطها من له السماوات والأرض. ما لقوها الحد الآن، ما لقوها الحد الآن في الرادع، ما يعرفوها. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم بوتين القس الكبير يعلن حداد 3 أيام. فيا إخواني ترى المسألة والله العظيم من هنا تبدأ النصرة، من بيوتنا، من بيوتنا تبدأ النصرة. واجعلوا بيوتكم قبلة. الله، لما حاصر فرعون موسى وقومه، موسى قال لهم صلوا فين؟ واجعلوا بيوتكم قبلة. من هنا نبدأ النصرة يا إخواني، إن بيوتنا تكون بيوت إسلام، بيوت دين. كيف تطيب النفس؟ سبحان الله، وأهل البيت يهنئون بابن الإله، ثم نزعم أننا حققنا معنى لا إله. لا والله ما تحققت. لا إله إلا الله ماذا تعني؟ نفي وإثبات. لا معبود بحق إلا الله. أضيف لكم من الشعر بيت: النصارى واليهود عندهم كشف المرأة لشعرها لا يجوز، وإذا كشفت المرأة شعرها حلق. موجود في الأناجيل، إذا ما كنت تقرأ أقرأ. جزاك الله خير. واليوم هلكت نوال السعداوي بعد صراع طويل مع الإسلام، فالحمد لله رب العالمين. نعم، هلكت، اللهم انتقم منها. فانظر أخي الحبيب، خذ عندك في الإنجيل: قالوا ولا يصح للمرأة أن تعلي صوتها في الكنيسة بحضور الرجال. مش ربنا قال فليخضع نبيش بالقول فيطمع الذي؟ موجود كل الكلام ده موجود. بل وكل الأناجيل ما فيها تحديد ليوم ولادة المسيح. بل أول ما بدأت، حتى الآن النصارى منقسمين: بروتستانت وكاثوليك وأرثوذكس وكاثوليك شرقيون وكاثوليك غرب وأرثوذكس وغير ذلك. احتفالاتهم من يوم 25 طائفة، ويوم ناس يوم 1 فيرست أوف جانيوري، وناس 15th أوف جانيوري. ناس ماشي ولا حد متفق على عيد مع الثاني. عيد الغطاس وعيد الفصح وعيد البوص وعيد الخوص، وأهل مصر والشام يعرفون هذه ليش مثل هذا، وعيد الريزركشنز أو ما يسمى القيامة، قيامة المسيح كما يزعمون. وربنا قال ليش بل رفعه الله إليه. فلذلك يا إخواني تأمل هذه الآية: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ولدا هنا تعني الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يكن له شريك في الملك، لا عيسى ولا غيره. إذ قال الله: يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: يا رب أنزهك عن هذا الباطل، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلته فقد علمته يا رب، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذول قال الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال الطبري وابن جرير والقرطبي وابن كثير وغيرهم: قال اللغو كل قول باطل. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. قالوا الزور كل قول باطل. يعني المسلم منزه عن إيش؟ ممنوع منه إيش يا أخوان؟ منه شيئان عليكم السلام: ممنوع أن يشهد الزور وأعياد الباطل وحفلات الباطل، وممنوع أن يقول الزور أيضا هابي نيو كريسمس وهابي نيو، كل ده ممنوع منه المسلم يا أخوان. إذا كنا نقول إن الاحتفال بالمولد النبوي باطل وبدعة، فكيف يحتفلون بماذا؟ بالمسيح وهو ليس له أثار في الدين. قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: وأجمع المسلمون سلفا وخلفا على حرمة الاحتفال بعيد المسيح. هذا إجماع. فلا يغرنك ما يفعله الخلف الآن، ما تغتر بمثل هذا. عليكم السلام. عليك بالإسلام العتيق، عليك بالإسلام العتيق، عليك بالإسلام العتيق.
وأريدك تسأل النصراني تقول له جيب لي دليل واحد من إنجيلك بيوم مولد المسيح بس، فهذا عيد باطل لا يجوز الاحتفال به ولا بيع ما يعين على الاحتفال به. وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، ولا تهنئة بربع كلمة، ولا غشيان هذه المواطن، ولا الجلوس إليها. هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، وصحبه وسلم. ننتقل للكتاب الآخر. جزاكم الله خير.